الخلاصه ان انا بقول ان هذا ظهور محمد علي ايا ما كان وضعه وهو مش محتاج شروح، ها كونه شخص فاسد هو فاسد وتافه وغيره، واذا كان هو مقاول فيه الاف المقاولين اشتغلوا في هذا المجال ويعملون، ها اذا كان في مستحقات بتتاخر او كده كده التعامل مع الدوله، ها اذا كان انا ممكن كشخص شايف ان الطاقه الهائله الاربع تريليونات جنيه اللي قال عليها الرئيس السيسي اللي هي بسعر الصرف السائد اليوم 250 مليار دولار، لو نصها اتعمل بمصانع ونصها اتعمل قد يكون افضل، ده موضوع تاني جدال تاني، بس فكره ان الرئيس السيسي او غيره يمد يده الى شيء، شوف انا مختلف في سياسات في اختيارات متعدده في السياسه والاقتصاد والامن، لكن لا خلاف عندي واشهد الله على ذلك، ها انه الرئيس السيسي لو انت بحثت عن ميزات حاسمة في تكوينه إيجابية هو أنه نظيف اليد قطعا 100%، وهو لا يحتاج لأن يقول عن نفسه أنه شريف وأمين ومخلص. اتنين، الشيء الآخر الذي أؤمن به أنه مش مقضي عن جهده جهد زي ما بنقول، ها بيشتغل 18 ساعة في 24 ساعة ودخل في كل تفاصيل، اختلف معهم في الأولويات ماشي، لكن هو مش بتاع متعة واسترياح وطرف وكذا وكذا وكذا، مش قاعد في شرم الشيخ يتأمل المياه الزرقاء بعيدا عن مشكلات البلد، ماشي انه له طبع عسكري امر طبيعي جدا لانه ده راجل كل خبرته الحياتية من الثانوية العسكرية الى ان اصبح مشيرا في الجيش، دي خبرة حياته. اختلف بقى في قصص تانية ان المجتمع مش ممكن يبقى جيش، مش ممكن يبقى صفوف، لانه في طبقات ومصالح مختلفة وغيرها ومحتاج وسياسة ونتفق. انا ما اطالب به وفتح باب الحوار في هذا الكلام في البلد كلها، ما اطالب به وعقد مؤتمر وطني كل من هو خارج الاخوان هو مدعو لمائدة هذا الحوار الوطني كل من هو. انا عاوز اضع خط كده بين حاجتين يا استاذي، خط فاصل بين السياسة والارهاب، بين السياسة والإرهاب، كل شيء ينتمي لعالم السياسة مسموح به وكل شيء ينتمي لعالم الإرهاب غير مسموح.